لبيد يشكك في نجاح الضغط العسكري لإعادة المحتجزين في غزة والكشف عن مقترح إسرائيلي بتوفير ممر آمن للسنوار. السوداني يؤكد عدم السماح بتهديد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية، وبازشكيان يشدد على التفعيل الكامل للاتفاقات الأمنية. إيران تجدد نفيها تزويد موسكو بصواريخ باليستية، وتؤكد أن معلومات استخباراتية مضللة تحرك واشنطن والدول الغربية. بعد عام على كارثة الفيضانات، حداد في درنة الليبية، وأهالي المدينة ينتقدون الأحكام الصادرة على المسؤولين عن الكارثة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة إلى عقد صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرا أن الضغط العسكري الذي تتحدث عنه لم يؤدي إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين بل إلى قتلهم. وسخر لبيد من حديث الحكومة عن ذلك الضغط متسائلا إن كان هناك من عملية عسكرية كبرى في غزة، مطالبا بالتوقف وعقد الصفقة مع حماس. هذا وكشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن مدير ملف الرهائن الإسرائيليين غال هيرش أن إسرائيل اقترحت توفير ممر آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار وعائلته ومن يريد من المقربين مقابل التخلي عن خطط الحركة للسيطرة على قطاع غزة وإعادة جميع المحتجزين لدى حماس. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حركة حماس تخوض معركة احتواء أمام الوسطاء لتجنب الظهور بمظهر الجهة التي تعيق المفاوضات. وبحسب مسؤول أجنبي مطلع على المحادثات مع حماس، فإن هناك صعوبة في إجراء اتصالات مع رئيس الحركة يحيى السنوار مؤخرا، وأن ممثلي حماس الذين يتواصلون مع الوسطاء لا يتواصلون معه. وقالت الهيئة إنه طيلة شهور المفاوضات كانت هناك فترات انقطاع فيها للسنوار عن الاتصالات لفترات طويلة وصلت حتى لأسابيع. أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين بتحطم مروحيتهم في رفح أمس، وأوضح في بيان أن تحطم المروحية ليس ناجما عن نيران معادية، وأنه أدى إلى مقتل الجنديين وإصابة 7 آخرين كانوا في مهمة إخلاء مقاتل مصاب عند محور فيلادلفي في رفح. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار حادثة إطلاق النار الذي أودى بحياة الناشطة الأمريكية عائشة نور إزعيجي خلال احتجاجات في الضفة الغربية. ووصف بايدن مقتل الناشطة الأمريكية بأنه غير مقبول إطلاقا. هذا وأعلنت إسرائيل تحمل مسؤولية مقتل الناشطة الأمريكية موضحة أن مقتلها كان غير متعمد. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدا على ضرورة تحقيق قوة دفع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن الأوضاع في القطاع. بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين، ده أمر خطير جدا. حالة الاضطراب اللي موجود فيها الإقليم تنتهي وتتراجع، وأيضا إن لا تنزلق المنطقة لاضطراب أكتر من كده أو يتسع الصراع فيها أكتر من كده في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيره.
من رام الله ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خليل. ربما تابعت وإيانا دكتور خليل موضوع العرض الإسرائيلي على السنوار. السؤال عندما ننظر إلى النقاط المطروحة يتوضح من خلال هذا الطرح وكأنه حماس باتت في موضع لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، لأنه هذه النقاط التي طرحت تلخص ربما كل ما أرادته إسرائيل في هذا الطرح. هل فعليا اليوم هذا المسار من قبل الجانب الإسرائيلي مبني على وقائع؟ هل هي هذه الحقيقة فعلا على الأرض؟ تحياتي لك ولكل مشاهدي الحدث. يعني أنا بتقديري أن هذا العرض لازال غير واضح كثيرا، وخاصة أننا نتحدث عن عرض جاء من جال هيرش، وهو ليس الجهة التي تلتقي مع المفاوضين. من جانب آخر لربما هي مناورة أخرى من إسرائيل لتجنب مزيد من الضغوط في الموضوع الداخلي، وحاول الظهور أمام الجمهور في إسرائيل أن إسرائيل تبدي المرونة الكافية، وأن الحكومة في إسرائيل تقدم عرض تلو الآخر في محاولة منها لتجنب مزيد من المسيرات والمظاهرات الداخلية، خاصة أننا شهدنا في الأسبوع الماضي مسيرة لربما بداية تحول في الأعداد وبداية تحول حتى في الشعارات التي ترفعها هذه التظاهرات في إسرائيل. على الجانب الآخر، هل حقيقة هذا العرض أنه عرض كامل بكل تفاصيله، أم أنه يبدو بإظهار أو يبدو وكأنه مناورة إسرائيلية جديدة؟ ما الذي تريده إسرائيل بشكل حقيقي؟ هل فعلا تم تحقيق كل أهداف الحرب وفقا للرواية التي تحملها المؤسس السياسي؟ على خلاف ذلك، هناك قناعة لدى المؤسس العسكري في إسرائيل أنها حققت كل ما تريد. وعندما ظهر بالأمس وزير الجيش وقال أننا نبدأ بنقل القوات والثقل باتجاه الشمال، لا يمكن قراءة هذا التصريح على أنه تصريح عسكري فقط، هذا تصريح سياسي، معناه أننا حققنا كل ما نريد في قطاع غزة، لم يعد هناك إمكانية لمزيد من الأهداف، وبالتالي علينا أن ندخل في حالة من حالات العمل السياسي أو خطة سياسية. العرض على أو باتجاه حماس يمكن تفسيره من عدة مستويات. أولا، لربما هذا محاولة لاختبار مراكز القوة داخل حماس، حماس في غزة أو حماس في الخارج. ثانيا، يعني تقصد بأنه يطرح هذا الطرح وينتظر ردود الفعل إذا ما كان هناك أي تحركات لنفي أو لإبعاد أنه بإمكان إسرائيل أن تفرض أو أن تتحدث إذا صح التعبير عن هكذا نوع من المقترحات؟ يعني هذا النقاش وهذا المقترح لا زال مثار نقاش خاصة في إسرائيل، وهل هو فعلا حقيقة يمكن تمريره بشكل كامل من قبل المستوى الحاكم في إسرائيل؟ هل سموتريتش يقبل بمثل ذلك؟ ونحن نتحدث عن تشكيل جديد لمجلس الحرب يضم سموتريتش في بشكل خاص، وهو الذي يتشدد دائما في موضوع قيادة حماس وضرورة القضاء على حماس بشكل كامل. من جانب آخر، لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع من زاوية فقط أنه موجه ليحيى السنوار. أنا بتقدير أن السنوار سيرفض مثل ذلك، خاصة أنه أظهر في السابق عدة محاولات ظهرت في السابق تقول أنه يمثل كل المستوى السياسي والعسكري، الآن هو رئيس المكتب السياسي. الفكرة الآن هي محاولة إحداث مزيد من الشقاق ومزيد من النقاش أو إثارة الجدل داخل مستويات حماس المتعددة، سواء حماس الموجودة بغزة أو حتى حماس الموجودة بالخارج. من جانب آخر، يعني أنا بتقديري أن إسرائيل تحاول شراء الوقت وتحاول تجنب الضغط الدولي والإقليمي والقول أنها مرنة في محاولة إنهاء هذه الحرب، وأنها تصطدم بتعنت حماس وتصطدم برفض حماس لكل المقترحات، وبالتالي تحويل كل الضغط بدلا من أن يتحول باتجاه الاشتراطات التي يقدمها نتنياهو بشكل مستمر، يتحول باتجاه حماس وتحميلها مسؤولية الفشل، وبالتالي تحملها تبعات ما قد يحدث خلال الشهور والأيام القادمة. نحن نتحدث عن صفقة يبدو أنها بشكل أقرب إلى الواقع الغير حقيقي، ونحن نتحدث عن حرب لربما ستستمر ليس فقط لأيام وإنما لشهور، وننتظر ما سيجري في الولايات المتحدة ومن هو القائد الجديد للبيت الأبيض، وبالتالي هذه هناك حالة أو فسحة من الوقت الجميع يحتاج من خلالها إلى إعادة ترتيب أوراقه، والجميع يحتاج أن يظهر بمظهر المرن وأن يظهر بمظهر الذي الجهة التي قدمت كل ما يمكن تقديمه، وأن الطرف الآخر هو الذي أبدى تعنت ورفض كل المقترحات. طيب،
موضوع الضغط الداخلي في إسرائيل، موضوع التصريحات من قبل لبيد بأنه العمل العسكري أو الضغط العسكري لم يؤدي إلا حقيقة أنه قتل من خلاله عدد من الأسرى، ورأينا أيضا بالأيام الماضية كان هناك زخم بالشارع الإسرائيلي مختلف عن المراحل السابقة. هل هذا من الممكن أن يبقى فقط عاملا جامدا من حيث تحريك هذا الملف، يعني لا يؤثر؟ يعني هذه التصريحات من زعيم المعارضة يائير لبيد ليست جديدة، وهو قال في السابق أكثر من ذلك، قال أنه لا أتحدث عن الشارع، يعني ذكرت التصريح ولكن أتحدث أيضا عن الشارع، يعني هو الذي كان مختلف، ليس الخروج ولكن العدد الذي كان موجود والشعارات التي تم رفعها. نعم، العدد في موضوع العدد هناك الأرقام تتحدث أنه يقترب من 500,000 متظاهر، وهذه نقطة مهمة ونقطة يجب النظر إليها عميقا خاصة من قبل السياسيين في إسرائيل. فيما يتعلق بالشعارات، هذه التظاهرات في السبت الماضي رفعت شعارات جديدة، رفعت شعارات باتجاه تحميل الجيش مسؤولية العمل الذي يقود إلى قتل الأسرى والرهائن في قطاع غزة، والقول أن هذه الطريقة هي تعيد الأسرى، تعيدهم كجثث ولا تعيدهم على قيد الحياة. الشعار الثاني الذي يجب أن ننظر إليه بأهمية هو المرتبط بالولايات المتحدة. تحدث على المنصة في مظاهرات السبت عائلات من الأسرى، قالوا بشكل واضح أن على الرئيس بايدن أن لا يستمر في الأسلوب الذي يتبعه، وأن يبتعد عن نتنياهو، وأن يبتعد عن الطريقة التي يقود فيها نتنياهو هذه المفاوضات، وأن يفرض وقفا لإطلاق النار يعيد من خلاله الأسرى ويعيد من خلاله المحتجزين أحياء. المطلب الحقيقي للجمهور في إسرائيل هو إعادة المختطفين أحياء، أما عودتهم على شكل جثث فهذا نتيجة الأسلوب الذي يستعمله نتنياهو، وهو أسلوب الضغط العسكري. وعندما يعود هؤلاء يعودوا أيضا كجثث، وعندما لا يتم الحديث عن تفاوض أو استمرار الضغط العسكري، يقول نتنياهو بشكل واضح أنه مزيد من الضغط العسكري قد يحقق الهدف أو الأهداف التي ترفعها إسرائيل في هذه الحرب. يخالفه في ذلك المستوى العسكري الذي يقول أننا حققنا نجاحات دراماتيكية على الأرض، حققنا نجاحات تكتيكية على الأرض. هذه النجاحات التكتيكية مهددة بالفشل إذا لم يكن هناك خطوة في اليوم التالي. ما هو الأسلوب الذي سيتبعه نتنياهو الآن، وكيف سيواجه مثل هذه الضغوطات ليس فقط من يائير لبيد وإنما من الشارع وحتى من أقطاب داخل الائتلاف؟ بمعنى أننا نتحدث الآن عن أصوات بدأت تعلو داخل الائتلاف، هذه الأصوات لم تصل إلى المستوى الذي تصبح فيه مؤثرة، ولكن نتيجة التظاهرات والزخم بهذه التظاهرات هذه الأصوات لربما تجد طريقها في الأيام القادمة باتجاه مزيد من الضغط على الحكومة وأسلوب عمل المستوى السياسي في هذه الحالة. شكرا من رام الله، كنت معنا الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، شكرا. وإلى التطورات في لبنان، حيث قتل عنصر من حزب الله وجرح آخر بغارة على دراجة في ميس الجبل جنوب لبنان. وأفاد مراسل الحدث بأن سلسلة عنيفة من الانفجارات دوت في المناطق الحدودية جنوب لبنان فجر اليوم، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 15 غارة جوية استهدفت أطراف بلدات في قضاء سور، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الناقورة. وتزامنا مع تزايد التهديدات الإسرائيلية للبنان، نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤول غربي قوله إن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان. وبحسب المسؤول الغربي فإن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة بين حماس وإسرائيل إلى شن حرب على حزب الله. ونقلت هارتس عن مسؤول أمريكي أن أمريكا تؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله، لكنه حذر من عواقب أي حرب واسعة. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن طيلة شهر أغسطس الماضي كان خطر الحرب مرتفعا للغاية، وأن واشنطن حاولت الترويج لصفقة الرهائن لمنع ذلك.
النشرة مستمرة وفيها أيضا الرئيس العراقي يدعو نظيره الإيراني للتوصل لتفاهمات مرضية حول تقاسم المياه. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصل اليوم إلى بغداد، شدد رئيس الحكومة العراقي محمد شيع السوداني على عدم سماح العراق لأي تهديد مسلح ضد إيران انطلاقا من أراضيه. السوداني أكد الاتفاق مع بازشكيان على ضبط الأوضاع الأمنية على المناطق الحدودية بين البلدين. أكدنا موقفنا المبدئي والدستوري والقانوني بعدم السماح لأي جهة كانت بارتكاب عدوان أو عمل مسلح أو تهديد عابر للحدود ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتخذ منطلق من الأراضي العراقية. نجحنا في الاتفاق على ضبط الأوضاع الأمنية عند المناطق الحدودية، واللجنة الثنائية الأمنية مستمرة بالتزاماتها وأداء مهامها. كذلك التواصل مستمر بين الأجهزة الأمنية بخصوص مسك الحدود ومنع كل أشكال التهريب التي تضر بالأمن الداخلي لكلا البلدين. الرئيس الإيراني بدوره ثمن اللقاءات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها، مؤكدا أن اللجان المعنية ستعقد اجتماعات لتحويل التفاهمات إلى معاهدات رسمية، مشددا على أهمية تفعيل الكامل للاتفاقات الأمنية لمواجهة الإرهاب. هذه الزيارة تمثل فرصة عظيمة بالنسبة لنا لنناقش معا وجهات نظرنا ونرسم الخطوات المستقبلية، وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه سيعقد الطرفان اجتماعات تخصصية لصياغة المعاهدات والاتفاقيات اللاحقة. دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نظيره الإيراني مسعود بازشكيان إلى إطلاق مياه الأنهار الحدودية، فيما اقترح بازشكيان وضع برنامج استراتيجي للتعاون المشترك في قطاعات الصحة والبيئة والصناعة والأمن والسياحة بما يشمل إقليم كردستان. وشدد رشيد خلال لقائه بازشكيان على ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
الموقعة بين البلدين، لا سيما قضية المياه. وفيما يخص المستحقات المالية على الحكومة العراقية للجانب الإيراني، أوضح الرئيس العراقي أهمية العمل على إيجاد تفاهمات مشتركة وصيغة مناسبة لتسديد تلك المستحقات. هذا وتتواصل زيارة الرئيس الإيراني للعراق، والتي تشمل أيضا زيارة إلى أربيل. زيارة بازشكيان إلى كردستان لا تقل أهمية عن زيارته إلى بغداد، فقبل نحو أسبوعين من زيارته إلى العراق عين الرئيس الإيراني نائبا له لشؤون التنمية الريفية هو عبد الكريم زادة، الذي ينتمي للأقلية الكردية في إيران وهي سابقة في تاريخ البلاد. وضمن جولته الخارجية الأولى إلى بغداد، خص بازشكيان أكراد العراق بزيارة إلى عاصمة إقليمهم المحاذي لغرب إيران. وهذا الأمر وإن كان غير مألوف، فإن إيران في إيران، لكن الخصوصية التي يتمتع بها الرئيس بازشكيان يرى مراقبون أنها تفرض عليه الانفتاح الكامل على الأكراد، خصوصا وأن والدته منهم ويتقن لغتهم بطلاقة. لكن ما الذي يتوقع تحقيقه في زيارة رئيس إيران النادرة إلى عاصمة الأكراد أربيل؟ وفق مصادر سياسية، فإن مباحثات بازشكيان ستشمل 4 ملفات رئيسية، جميعها مبنية على 3 زيارات متتالية قام بها رئيس الإقليم نجرفان بارزاني إلى إيران خلال 6 أشهر الماضية. اقتصاديا، يقول محللون إن إيران ترى في الإقليم فرصة اقتصادية صاعدة لا يمكن تجاوزها، ويرى بازشكيان أنه من الممكن تطوير العلاقة مع كردستان برفع مستوى التبادل التجاري وإنشاء الأسواق والمدن الصناعية المشتركة، كما أن الموقف الكردي من اللعبة السياسية الداخلية في العراق يمثل أهمية بالغة بالنسبة لإيران، التي ترغب وصول معارضيها في العراق إلى سدة الحكم. كما أن إيران ترى في إقليم كردستان ممرا مثاليا لمواطنيها نحو دول الجوار والمناطق الدينية في العراق. وبازشكيان وفق مراقبين يدفع للمحافظة على هذه الخصوصية الغير متوافرة في المحيط الإيراني. والأهم في زيارة الرئيس الإيراني بحسب مراقبين ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، والتي كان إقليم كردستان جزءا منها، لأنها كانت متعلقة في الأساس برفض طهران وجود معسكرات ومخيمات لمعارضين أكراد إيرانيين قرب حدودها. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة المتخصصة في القضايا الإقليمية الكاتبة الصحفية هند الضاوي، أهلا ومرحبا بك معنا. وأيضا ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور مهند. أبدأ من عندك سيدة هند، كمعرفة بالطبع ربما السياسي الإيراني، هذه الزيارة توقيتها بأنها هي الأولى لبازشكيان، كيف تفهم؟ ما الذي يريده الإيرانيون حقيقة؟ وهل من الممكن أن تقرأ على أنها تغيير استراتيجي من الممكن أن ينتهج يتبع بالمستقبل، أم أنه تحرك آني مرحلي فقط لمصالح معينة؟ بعد التحية لحضرتك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، يعني إيران لديها أجندة واضحة منذ عام 79، هي لديها أوراق كثيرة تلعب بها وفق لما تقتضيه الحاجة في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي. السيد بازشكيان هو شخص كردي إصلاحي أبدى مرونة كبيرة في التعامل مع الشرق والغرب أثناء الحملة الانتخابية وما تلاها، ولكن هذا لا يعني أنه بعيد عن الأجندة الإيرانية للدولة العميقة، بل ينفذها وتم تمريره هو شخصيا، لأن هذه المرحلة تقتضي المرونة الغير حتى متوقعة، وهذا أعتقد هو سبب الزيارة بشكل عام. وهناك سبب آخر وأكثر أهمية، أن الرؤساء السابقين تحديدا الرئيسي كان الهدف الأسمى له في أجندته الرئاسية هو أن ينفتح على العلاقات مع الدول العربية. قبله كان السيد روحاني هدفه الغرب ومخاطبة الغرب. بازشكيان مختلف، يعني هو يريد توحيد أو تحسين العلاقات مع الجانبين، هذا لتدارك النظام الإيراني لمدى الخطورة التي تحيط به في منطقة الشرق الأوسط. اختيار العراق بشكل خاص وأربيل أعتقد
العراق لأهداف كثيرة، ومنها أن يعني إيران بدأت تشعر بأن سيطرتها التامة على العراق بدأت تهتز، خاصة منذ عام 2019 وما تلاها من أحداث، سواء كان يعني الفوضى أو الموجة الاحتجاجية وما ترتب عليها من دخول القنصلية الأمريكية، اغتيال صالح قاسم سليماني وما تلا هذه الأحداث. إيران لم تعد تسيطر بالشكل الذي يعني كانت فيه قبل كما هو الآن على العراق، وبالتالي مشروع إيران ينطلق من العراق، لابد أن تعيد تأسيس الأعمدة في العراق في هذه المرحلة لحماية نفسها ومشروعها في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا التأكيد على متانة العلاقات مع كل الأطياف في العراق وليس طيف واحد. تعلمي أن دائما كانت الجماعات المسلحة هي المحسوبة على إيران بشكل كامل، هذا أزعج كثير من الفئات الأخرى والأطراف الأخرى في العراق، أعطى مساحة كبيرة للتدخل الأمريكي في الشأن العراقي ويعني محاولة عدل كفة العراق، وبالتالي أعتقد أن إيران تشعر بخطورة على نفوذها في العراق وتحاول ترتيب الأوضاع بطريقة تتناسب مع متطلبات المرحلة. نعم دكتور مهند، اليوم قد يكون من اللافت للحديث عنه أكثر هو موضوع الزيارة إلى الإقليم وتحديدا إلى أربيل، هل أدركت طهران هذه الضرورة وباتت تعتبرها أولوية بأن العلاقة يجب أن تكون مع العراق كله وليس فقط مع بغداد، وما الذي تريده حقيقة طهران من عودة هذه العلاقات أو فتح مسار جديد أو أفق جديد إذا صح التعبير مع أربيل؟ السلام عليكم أستاذة رشا، تحياتي لكم والضيفة الكريمة والسادة المشاهدين. حقيقة يعني خلال الزيارة الأخيرة للرئيس نجيرفان بارزاني إلى طهران، ووجه دعوة إلى الرئيس بزشكيان أثناء حفل تسلمه منصب الرئيس الإيراني، وهذه الزيارة هي وجهت كذلك من رئيس الحكومة العراقية السيد محمد شيع السوداني، وبالتالي هذه الزيارة وتعددها وشمول إقليم كردستان ضمن منهاج الزيارة هو يندرج ضمن الدعوات، هذا على المستوى البروتوكولي وعلى المستوى الدبلوماسي، ولكن على المستوى العميق على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى على المستوى الأمني، يتصور بأنه تسعى إيران من خلال يعني زيارات أو زيارة لرئيس إيراني منتخب، وهي أول زيارة خارج إيران، إلى يعني تأسيس مرحلة جديدة أو على أقل تقدير إضفاء الصفة الدبلوماسية والصفة السياسية لأنشطة إيران في العراق وفي المنطقة غير المرغوب بها، الأنشطة الاستخبارية والأنشطة العسكرية والأنشطة التي تتبع أجهزة إيران الأخرى المسؤولة بشكل مباشر طبعا عن السياسة الخارجية الإيرانية، لا أتحدث عن وزارة الخارجية، أتحدث عن مؤسسات الحرس الثوري وفيلق قدس واطلاعات وغيرها من المؤسسات الاستخبارية الإيرانية التي يعني تحرك سياسة إيران الإقليمية. هذه الزيارة بتصوري أنها تأتي لإضفاء الطابع الدبلوماسي والطابع السياسي وطابع حسن الجوار على هذه الأنشطة، خصوصا في مرحلة جديدة وهي مرحلة رئاسة السيد بزشكيان، ولكن نتصور بأن دول المنطقة هي تعي طبيعة هذه التفرعات وما تسعى من خلاله إيران، بمعنى أنه على مستوى العراق وهو الدولة التي اختارها الرئيس الإيراني كأول محطة خارجية، الملفات المعروضة هي جميعها تصب في المصلحة الإيرانية أحادية الجانب وليس في مصلحة إيران والعراق بشكل مشترك، بمعنى كثير من الملفات هي ملفات مشتركة، إيران تطالب فقط من العراق وهي لا تقدم وعودا ولا تسير باتجاه ما يريده العراق منها في ملفات مهمة، منها الأمن، منها الطاقة، منها مسألة يعني دعم المسلحين. ألم يكن هناك حديث عن توقيع اتفاقيات أو تفاهمات دكتور مهند بهذا الصدد؟
يعني العراق أوفى بما تعهد به للجانب الإيراني منذ يعني أيلول من عام 2022 فيما يتعلق بالمعارضة الإيرانية، وانتهى هذا الأمر، وبالتالي كل ما اتفق عليه أمنيا العراق التزم به، وتأكيدات مستمرة على لسان رئيس الوزراء على لسان كافة المسؤولين العراقيين بأنهم لا يسمحوا أن يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار ومن بينها إيران. فيما يتعلق بالملفات الأخرى، تصور بأنه إيران هي تطالب بمزيد من يعني تنفيذ كثير من المسائل التي تخص مصالحها الاقتصادية ومصالحها الاستراتيجية والجيوستراتيجية، من بينها وعلى رأسها ربما هو مسألة الربط السككي بين منفذ شلامشة ومحطة البصرة ضمن نطاق طريق التنمية أو حتى ضمن نطاق ميناء الفاو. هذا ما تصر عليه إيران بشكل مستمر، وهذا ليس العراق مصلحة فيه، إيران هي المستفيدة الوحيدة. بالتالي أتصور بأنه قدرة صانع القرار على التعامل العراقي، أنا أتكلم عن صانع القرار العراقي، على إلزام إيران بالمعاملة بالمثل، وعندما نعطي ما تريده إيران أتصور بأنه ينبغي أن يكون مقابل ذلك ومقابل التزام العراق التزام إيراني باحترام السيادة العراقية، وهذا ما يريده العراقيون وما يريده الشعب العراقي، أن تتعامل إيران مع العراق كدولة جارة وتحترم سيادتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. نسأل السيدة هند عن هذه النقطة. ربما دكتور مهند، فعلا إذا ما كانت إيران ستلتزم بما أيضا يحتاج إليه العراق كبلد له مطالب، يعني إذا ما ذكرنا أي شيء نتحدث عن ملف المياه والمطالب بتحرير هذا الملف. سيدة هند، اليوم كان هناك إجراءات اتخذت من قبل العراق قبل هذه الزيارة بما يخص المعارضة الكردية وإغلاق هذه المراكز، هل تعتبر هذه ربما وكأنها نوع من الترحيب الاستباقي، ها نحن نقوم بما تريدون، فليكن هناك بعض ربما التساهلات أو التسهيلات من قبل الجانب الإيراني للمطالب العراقية، هل من الممكن أن تقدم إيران ذلك؟ ستكون يعني تسهيلات منضبطة أو مضبوطة وفقا لما تقتضيه الأجندة الإيرانية. يعني على أي حال يعني إيران ليس من مصلحتها استقلال كامل في العراق، ليس من مصلحتها أن تعود العراق كما كانت صاحبة الكلمة العليا في محيطها الإقليمي، وبالتالي هي ستحاول أن تتخذ بعض القرارات المتعلقة مثلا بملف الطاقة والأزمة الخاصة ب يعني مدفوعات الطاقة لإيران وتصدير الغاز وغيره. النقطة الثانية ملف المياه بشكل جزئي، لأن إيران عندها مشكلة كبيرة، عندها مناطق كاملة تعاني من الجفاف، وبالتالي هي مستميتة على ملف المياه سواء كان مع العراق أو أفغانستان، ولكن لن تحدث تغيرات كبرى في العلاقة من قبل إيران تجاه العراق. يعني تعلمي أن كما ذكرت لك أن بغداد أكثر أهمية في المشروع الإيراني من أي عاصمة أخرى يوجد فيها نفوذ إيراني، يعني بغداد في الأهمية تساوي طهران. إيران لن تتنازل عن سيطرتها أو نفوذها في بغداد إلا إذا خيرت ما بين النظام نفسه في إيران وما بين بغداد، غير ذلك أنا لا أعتقد. يعني محور المقاومة أو ما يطلق عليه محور المقاومة كله التابع لإيران، من حزب الله للتواجد في سوريا لحتى اليمن، كل هذا لولا يعني السيطرة الإيرانية على العراق لم تستطيع إيران بناء هذه. وهنا ربما السؤال، في ظل هذه الأهمية، في ظل هذه الأهمية بالنسبة لإيران بأنها تهتم باستمرار هذه السيطرة إذا صح تعبيري على ما تسيطر عليه أو الكلمة التي لها في العراق، ألا يجعلها ربما تكون أكثر مرونة بالعطايا التي تنتظرها العراق منها؟ يعني كما ذكرت لك سيكون هناك عطايا ولكن ليست كثيرة كما يتوقعها أو يتوقعها البعض، خاصة أن يعني هناك نقطتان في هذا الملف. الملف الأول بأن إيران لا تريد مساعدة العراق بشكل كبير، النقطة الثانية أن أمريكا تضع يعني خطوط حمر في طبيعة الانصهار ما بين الحكومة العراقية وإيران منذ عام 2019، وبالتالي حتى إذا حاولت إيران أن تقدم يعني أكثر ما هو معتقد
المعتاد لن تسمح لها أمريكا في هذه المرحلة تحديدا. ولماذا في هذه المرحلة؟ لأن وضع منطقة الشرق الأوسط قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. الميليشيات التابعة لإيران في العراق يعني تدخلت أكثر من مرة على خط الصراع ما بين إسرائيل وما بين حزب الله أو ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين. أعتقد أن هذا الأمر قد يزعج أمريكا في مراحل معينة. وأيضا تخشى إيران من الانفجار حتى لا تتلقى ضربات تحاسب من خلالها على تحرك الجماعات المسلحة التابعة لها في بغداد أو حتى في سوريا وفي لبنان. وبالتالي لا أعتقد أن النظام الإيراني سيعطي كثير. يعني هو يتفاوض لأكثر من 20 عام و30 عام على ملف واحد وفي النهاية لا يقدم يعني أكثر من 10% مما تم الاتفاق عليه. هذا شهدناه سواء كان في الملف النووي أو في تطبيع العلاقات ما بين إيران وعدد من دول المنطقة. طيب دكتور مهند، يعني في ظل هذه القراءات لا يبدو شكل والأجواء لهذه الزيارة بأنه مفائلة لدرجة إحداث التغيرات. إذن لماذا تهلل بعض الأطراف بهذه الزيارة إذا كانت فقط النفع يعود بها لتحقيق بعض الأجندات الإيرانية؟ أتصور بأنه المسألة تتعلق بالدور العراقي. أنا أعتقد بأنه المبدأ الأساس للسياسة الخارجية العراقية منذ أعوام وهو مساعي الحميدة والذهاب باتجاه تهدئة المنطقة. ربما هذا الملف هو أيضا يعود بالمصلحة إلى الداخل العراقي والاستقرار السياسي والأمني في العراق عندما تكون البيئة الإقليمية بيئة تعاونية وليست بيئة صراعية كما يعني دفعت إيران خلال العقدين الماضيين مجاميعها وبتدخلاتها المباشرة أن تحول المنطقة إلى بيئة تصارعية. هذا ما تحتاجه إيران بالدرجة الأساس. مسألة أن يقوم العراق بمساعي حميدة في الملف السوري، في طبيعة العلاقات الإيرانية المصرية، العلاقات الإيرانية الأردنية. طبعا جرى حديث عن هذا الأمر ولكن لم يتم التأكد من مصادر رسمية من هذه الدول العربية الشقيقة. هذا ما تعمل عليه إيران، مسار الدبلوماسية العراقية تحاول أن تستفيد منه كما حصل فيما سبق، ومسار التعاون الداخلي أو السوق العراقي على مستوى الغاز وعلى مستوى المنتجات غير النفطية. يعني واحدة من المنتجات غير النفطية أستاذ رشا يعني تحصد إيران مليارات الدولارات سنويا من الصادرات غير النفطية، وهي محتكرة لسوق الغاز في العراق فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية. أكثر من 40% من حاجة العراق الخارجية، عفوا حاجة العراق الكلية، هي تأتي من الغاز الإيراني. وإذا ما قرر العراق أن يعتمد على نفسه وأن يبحث عن بدائل أخرى، تستخدم إيران أدواتها الصلبة في الداخل العراقي. صحيح. بما ما تبقى من هذه النسبة هي اعتمادا على يعني الطاقة المحلية العراقية أو الطاقة البخارية والطاقة الحرارية وغيرها. هذا الأمر هي ما تسعى إليه إيران وبقاء مشروعها الإقليمي. أنا أقول بأنه ما يسعى إليه العراق هو التهدئة الإقليمية وأن يكون لإيران دور في هذه التهدئة الإقليمية وبمصلحة متبادلة. ولكن على وجهة النظر الأخرى نعتقد بأن المشكلة هي في النوايا الإيرانية. نحن على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة الأبواب مفتوحة ومستعدون وربما نشتري الفرص للتهدئة، ولكن هي المسألة تتعلق بالثقة بالجانب الإيراني. شكرا جزيلا لك. من أربيل كنت معنا أستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي، شكرا جزيلا. والشكر أيضا لضيفتنا من القاهرة المتخصصة في القضايا الإقليمية الكاتبة الصحفية هند الضاوي، شكرا. نفى وزير الخارجية الإيراني مجددا نفى الاتهامات الغربية بدعم روسيا عسكريا في حربها ضد أوكرانيا وتزويدها بصواريخ باليستية، وأضاف أن فرض عقوبات على إيران ليس الحل بل هو جزء من المشكلة، موضحا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتصرف وفق معلومات استخباراتية خاطئة. هذا وتوعدت إيران باتخاذ إجراءات ردا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إثر اتهامهم لها بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا. ووصفت الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بأنها سياسية عدائية للغرب أو سياسة عدائية للغرب ضد الشعب الإيراني. من جهتها أكدت الدول الأوروبية أنها ستفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني.
قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو أكدت لرئيس المجلس عقيل صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي. كما أكدت المسؤولة الأممية خلال لقائها عقيل صالح على ضرورة العمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي. من ناحيته أوضح عقيل صالح أن أزمة المصرف المركزي سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي. قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إنها ستستأنف اليوم المشاورات مع الأطراف الليبية المعنية بحل أزمة المصرف المركزي، وذلك في محاولة لحل الصراع على هذا المنصب. والأسبوع الماضي لم ينجح المشاركون في الجولة الأولى من المحادثات التي جرت قرب العاصمة طرابلس، لم ينجحوا في التوصل للاتفاق النهائي على تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، وطلبوا 5 أيام لاستكمال المشاورات التي كانوا يقومون بها، كما عبروا عن التزامهم باتخاذ إجراءات تعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي في غضون شهر. ويطالب البرلمان وحكومة أسامة حماد يطالبون بضرورة إعادة المحافظ الصديق الكبير إلى منصبه، بينما شدد المجلس الرئاسي أن قرار استبداله نافذ. تخوض الأطراف الليبية المتنازعة حربا من نوع آخر، حرب على موارد البلاد وثرواتها الهائلة تتجلى بوضوح على سعي كل طرف لبسط سيطرته على مصرف ليبيا المركزي وإنتاج النفط. وفي ضوء التطورات المتسارعة، هناك من يرى أن بإمكان واشنطن والبعثة الأممية ممارسة ضغوط أكبر في هذا الملف أكثر من الأطراف الفاعلة الأخرى. تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط حذر من أن غياب تدخل دولي قوي حيال الكارثة المالية الحالية سوف يدفع البيئة السياسية في ليبيا لمزيد من التدهور حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت. التقرير يشير إلى واشنطن يمكنها أن تمارس نفوذا كبيرا لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، أولا عبر دعم المفاوضات التي تيسرها البعثة الأممية بين الأطراف الليبية حول هذه الأزمة. كما يطرح تقرير معهد واشنطن نقطة أخرى هامة حول إمكانية الإدارة الأمريكية أن تهدد البنوك بعدم التعامل مع مصرف ليبيا المركزي إلى حين يتم التوصل إلى حل مقبول وشفاف. تقرير المعهد ناقش أيضا مقترحا آخر أكثر تطرفا لحل الأزمة، وهو وقف تعاملات البنوك مع مصرف ليبيا المركزي لحل النزاع الطويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للمساعدة في استقرار البلاد. قد تواجه تلك الحكومة تهديدات من الجماعات المسلحة بحسب تقرير معهد واشنطن، ولكنه يضيف أنه إذا حرمت تلك الجماعات من التمويل فقد تتراجع. من العاصمة الليبية طرابلس ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أبو بكر. ربما استمعت وإيانا إلى هذه الحلول ربما التي تم طرحها لإنهاء هذه الأزمة وإيجاد حل لموضوع المركز الليبي. من وجهة نظرك فعليا هي مجدية، كلها مجدية، أو أنها فعلا ليست مناسبة للوضع الليبي الراهن؟ أولا التحية لكم ولمشاهدينك الكرام. أما بخصوص يعني المشاورات التي تتم من خلال الأمم المتحدة ما بين المجلسي النواب والأعلى من جهة والمجلس الرئاسي من جهة بشأن الاتفاق على يعني فتح المسارات أمام المصرف المركزي ليقوم بأعماله كما كالمعتاد. أنا أحب أن أؤكد أن يعني الضغوطات ليست يعني لها حلول، ليست حلول للضغوطات، ولكن هناك توافق. أنا أرى أن السيد المحافظ السابق أو كما يشار إليه حقيقة
الرأي العام ورأي الشارع الليبي لا يسمح بعودته مرة أخرى حتى لو بفترة لفترة مؤقتة، لأنه هو طلب فترة مؤقتة وطلب أشخاص معينين لمجلس الإدارة، وهذا تدخل كبير وسافر في، لأنه هو موظف انتهت مدة ولايته لمدة 10 سنوات، الآن لديه 12 سنة، وبالتالي عليه أن يستريح ويقف جانبا ويتم التفاوض على شخصية يتم عليها الاتفاق ما بين المجلسين ومن جهة والرئاسي من جهة، لأن الرئاسي اتخذ هذا القرار نتيجة لتعنت وعدم امتثال المحافظ السابق لأحكام القانون والأحكام الصادرة عن عدة محاكم في ليبيا، وبالتالي سقطت عضويته بفعل تعنته وبفعل تعاليه وبفعل وجوده أو تمترسه وراء مجلس النواب. طيب، ولكن الفريق الآخر يقول بأن هذا القرار يشككون في دستوريته أو شرعيته. طيب، نحن الآن إذن في دائرة ويدور الجميع فيها وهي مغلقة، إذا ما وجد حل لهذا الموضوع ستبقى هذه الأزمة، وسيكون هناك فعلا أحد الخيارات أن يكون هناك ضغط أو تدخل دولي. التدخل الدولي الحقيقة يجب أن يتماشى مع التوافق في اتجاه واحد بهدف الوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف ويرضي المواطن أو الشعب الليبي والرأي العام والشارع الليبي بشكل أساسي. أما يعني التعنت في تنفيذ بعض القرارات حتى ولو كان على حساب قوت الشعب، الحقيقة يعني وهذه الوظيفة وظيفة المحافظ عندما تم المجلس الرئاسي استبعاده وإحالته على التقاعد وعلى المعاش، يعني ضحى المجلس النواب بقوت الشعب الليبي ووقف النفط لن يتأثر به لا المحافظ ولا الحكومات القائمة حاليا ولا المجلسين، الذي سيتضرر هو المواطن، وبالتالي على الأمم المتحدة أن يعني هذا رأيي ويطرح برضو حتى هو بشكل أن الصديق الكبير انتهى ولا يعود ولن يعود إلى وظيفته مهما كانت، لأن إذا كان عاد هو الهدف منه هو منح الحكومة الموجودة في الشرق 179 مليار دينار ليبي كميزانية، الآن السنة ما زال عليها حوالي الربع الأخير، وإذا لم يعد أيضا ويذهب إلى السيناريو الآخر، أيضا الأطراف الأخرى تقول بأنها تصب بمصلحة الطرف الآخر وبمصلحة حكومة الغرب، وربما يكون هناك تمويل لبعض الجماعات المسلحة. يعني المشهد فيه الكثير من العقد المركبة، ويقول البعض بأن الحل يتمثل حقيقة بالحل السياسي وبإيجاد صوت واحد يتفق عليه جميع الليبيين بأن مصلحة ليبيا هي في الأول والمقدمة. مظبوط كلامك، لكن أحب أن ننوه لأننا الآن موجود في المنطقة الغربية وفي منطقة طرابلس، الميليشيات المسلحة سوف لن تتدخل في هذا الموضوع إلا إذا كان أصر الصديق الكبير بالعودة، وبالتالي يتأزم الموقف ويتأثر تأثير كبير. أنا أرى أن يتم إنهاء خدمات الصديق الكبير والاتفاق على شخصية معينة ما بين كل الأطراف وموجودات الشخصيات موجودة، وبالتالي تشكيل مجلس إدارة لهذا المصرف وإنهاء خدمات المحافظ، هذا هو الحل الوحيد. يعني الشخصية اللي بتجي لابد أن يتفق عليها، لا أدري إذا كان بالاتفاق هذا ما بين ما بين الأطراف الثلاثة. لا أدري إذا كان فعلا اليوم الوضع في ليبيا يبشر بأن يكون هناك اتفاق لجميع الأطراف. شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور، شكرا جزيلا. ونبقى في ليبيا وتحديدا في درنا التي تعيش حالة من الحداد في ذكرى الفيضانات المدمرة، فبعد عام على الكارثة التي خلفت ضحايا بالآلاف وخلفت دمارا هائلا، يبدو أن الأحكام الصادرة ضد مسؤولين يتهمون بالتسبب بوقوع هذا العدد من الضحايا والإصابات كانت محل انتقاد، إذ تتزايد المطالبات من الأهالي بأحكام عادلة ضد كل من تسبب بتدمير. Thank you.
وآل المجيد ينضم إلينا من مدينة درنا موفد الحدث أحمد بجاتو. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. نحن نتابع معك منذ ذهابك إلى درنا هذه التطورات وهذه العمليات، وأيضا نريد اليوم أن نعرف ردود الفعل في الشارع هناك. نعم، أهلا رشا. يعني بالفعل المواطنون هنا ربما يختلط عليهم أو تختلط بهم المشاعر ما بين فرحة وسعادة بهذه المشروعات وهذه الإنشاءات المستمرة. نتحدث عن 243 مشروعا في مختلف أنحاء درنا. هذه المشاريع يعني جرت منذ حوالي 6 أشهر، ونسبة الإنجاز فيها نسبة جيدة كما يقول المسؤولون هنا. وبين حالة من الألم والضيق بخصوص ما يتعلق عدم وجود أو معرفة البعض لأماكن دفن ذويهم، نحن نتحدث عن مفقودين بالآلاف حتى الآن. قبل قليل كنت في مقبرة ضحايا درنا، هذه المقبرة وحدها يتواجد فيها ما يزيد على 3600 من الأموات، لكن هؤلاء الضحايا والأموات هم مجهول الهوية، فقط أرقام موجودة على شواهد هذه المقابر. تقيت بعض المواطنين هناك قالوا أنه لابد لهيئة المفقودين وشؤون المفقودين أنت يعني تمارس دورها وتؤدي دورها بصورة أفضل من ذلك، لأن الكثير من المواطنين الآن الذين لا يعرفون أماكن دفن ذويهم يأتون لهذه المقابر ليقرؤون الفاتحة على هؤلاء الموجودين، عسى أن يكون بعضهم أو بعض هؤلاء المدفونين في هذه المقبرة من أقاربهم أو من معارفهم الذين قضوا في هذا الفيضان. أيضا فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت، هناك حالة أيضا من الضيق والمرارة التي يشعر بها الكثير من المواطنين هنا في درنا فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت، وإن كان المحامون هنا يتحدثون عن أنها أقصى عقوبة يمكن أن توقع على هؤلاء. نتحدث عن أحكام ما بين 3 سنوات إلى 27 عاما، لكن البعض كان يرى أنه ضرورة أن يكون هناك أحكام بالإعدام على أشخاص تسببوا في مقتل الآلاف وما بين قتيل ومفقود ومصاب. أيضا الشيء الغريب هو أنه حتى الآن لا يوجد أرقام دقيقة حول الذين راحوا ضحايا، يعني الأرقام الرسمية تتحدث عن 3000 أو ما يقارب 4000 قتيل فقط. المقبرة التي زرناها فيها هذا الرقم، ما بالك بالأشخاص الذين فقدوا في البحر، أخذهم السيل في هذا الاتجاه، نحن هنا في الوادي السيل أخذهم ورمى بهم في البحر. يعني أنا بالأمس كنا نشاهد بعض الشاحنات التي غمرتها المياه وذهبت إلى البحر، ما زالت بعض الشاحنات موجودة مغمورة في المياه وموجودة شاحنات كبيرة. هناك الكثير من والآلاف من الجثث ما زالت موجودة، لذلك حتى الآن لا يوجد معرفة صحيحة بالأرقام. شكرا. أرقام الضحايا، ما زال البعض كما ذكرت لك ينتظر ربما يأتي إليه أحد المسؤولين أو أحد الأشخاص في لجنة المفقودين ليقول له أن هذا قبر ابنك أو قبر أخيك، لكن بصورة عامة مع كل هذا تستمر. نعم. أعمال الإنشاءات وأعمال بناء، ونحن يعني سنستمر بالمتابعة معك بالتفاصيل. شكرا جزيلا من مدينة درنا، كنت معنا مفاد الحدث أحمد بجاتو، شكرا جزيلا. بهذا تنتهي النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.